أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 230 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل، والتي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. أطلق بنك البحرين والكويت وبالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF برنامجا تدريبيا متخصصا في صقل المهارات الاقتصادية لصحفيي ومراسلي جمعية الصحفيين البحرينية. وقد تم تصميم هذه المبادرة لتسليط الضوء على جميع الجوانب المالية للتميز الصحفي، ونظرا لدور الصحافة الرئيسي في تطوير الاقتصاد الوطني. ويغطي نطاق برنامج التدريب مجالات مالية مختلفة مثل الخدمات المصرفية أو المصرفية التقليدية والصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي والأسواق المالية والتحول الرقمي. أصبح من الضروري اليوم العمل لتحويل التحديات الحقيقية والكبرى التي خلقتها أزمة كورونا إلى فرص لتطوير القطاعات التجارية الواعدة وبناء منظومات تجارية إلكترونية قادرة على مواكبة التطورات الكبيرة في الأسواق الاستهلاكية العالمية. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف عضو مجلس إدارة شركة أنفا القابضة الأستاذ محمد رجب أيوب. مساء الخير أستاذ محمد. يا هلا أختي، مساء النور. بداية أستاذ محمد، كيف يمكن الاستفادة من الجوانب الإيجابية لأزمة فيروس كورونا وتحويلها إلى فرص لتطوير القطاعات التجارية؟ في البداية أشكرك وأشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. طبعا أزمة كورونا تسببت في أضرار اقتصادية عالمية، ولكن نعم، الأزمة لها أشياء إيجابية بعد. أزمة نعم، كورونا محفز لفتح آفاق جديدة في المنظومة الإلكترونية التجارية، جعلت الناس اليوم تتجه وتتأقلم مع التعامل الإلكتروني، ويعني تحس الناس اليوم ان التعامل الالكتروني سهل واتمام المعاملات الالكترونيه جدا سهله. صحيح. يعني اجتزنا مرحله يمكن كان يحتاج الموضوع الى 3 أو 4 سنوات، اليوم اجتزناها يعني في فتره وجيزه يعني. نعم. واليوم نعم، عندنا طاقات شبابيه بحرينيه مؤهله وملمه في هذا المجال وفي العالم الرقمي. يعني الكل يستطيع يستفيد منها في هذا المجال. نعم، جميل. يعني شاهدنا في الآونة الأخيرة أستاذ كثرة التسوق الرقمي، فحدثنا عن التسوق الإلكتروني الذكي ومدى فعاليته في خفض تكاليف العمليات التشغيلية. على سبيل المثال، احنا عندنا في الشركة بدأنا التسويق الإلكتروني من فترة، من عدة سنوات. عملية البيع والشراء أصبحت سهلة جدا، العميل يعرف اليوم شنو بيشتري وشنو كامل المعلومات، يعني لما تلتقي تكون آخر خطوة أن أنا ألتقي فيها مع العميل. نعم. علشان يشتري السلعة، بس أنه يكون عنده يعني كشف موجز عن السلعة أو عن الشركة أو معلومات موجزة من منصات التواصل الاجتماعي مثلا، أو من شو اسمه اللي هو منقول عن الويب سايت تبع الشركة، يعني يكون عنده معلومات كاملة عن الشركة أو المنتج اللي بيشتريه. جميل. وسهولة توصيل المنتج والفكرة من غير مقابلة بأقل كلفة، وصار اليوم الخبر ينتشر مجرد ضغطة زر. صحيح. نعم. الأستاذ محمد رجب أيوب عضو مجلس إدارة شركة أنفا القابضة، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الحكومة الألمانية تخطط لاقتراض 70 مليار يورو بهدف الإنفاق على حزم التحفيز. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1275 نقطة بارتفاع طفيف، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,960,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 256,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 48 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة لإغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت على تباين بين صعود ونزول، وكانت أبرز المتقدمين بورصة الكويت التي أقفلت على ارتفاع بنسبة نقطة مئوية واحدة تقريبا. أعلنت شركة بتلكو تدشين أحد الحلول الرقمية المقدمة للشركات والمؤسسات، وهي حلول الاتصالات السحابية الموحدة المصممة لتمكين زبائن القطاع التجاري من تعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية دون الحاجة لتركيب معدات وأجهزة مكلفة. وقال عبد الرحمن منير مدير عام القطاع التجاري لدى شركة بتلكو إن حلول الاتصالات السحابية الموحدة تعد جزءا من قائمة متكاملة من خدمات الاتصالات الرقمية التي يقدمونها لزبائن قطاع الشركات والمؤسسات لدعمهم في مواصلة رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم. عقدت STC البحرين شراكة مع تشاينا تيليكوم جلوبال من أجل التوسع وتوفير خدمات الاتصال عالميا. ستدفع هذه الشراكة بعجلة نمو الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى منح الفرصة للشركات للاستفادة من شبكة أكثر ثقة وفعالية للنهوض في أعمالهم. حاز مصرف والسلام البحرين جائزة أفضل مصرف إسلامي في مملكة البحرين للسنة الثانية على التوالي من مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية. وقال منظمو الجائزة إن المصرف حقق العديد من الإنجازات في عام 2019، إذ ارتفع إجمالي أصوله بنسبة 19% إلى 5,400,000,000 دولار، وذلك بفضل نمو التمويلات، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 14%. ويتمتع المصرف بميزانية قوية مع بلوغ نسبة رأس المال ما يفوق 20%. يبدأ السودان الأسبوع المقبل تطبيق برنامج تجريبي لتقديم مساعدات نقدية مباشرة لمواطنيه الأكثر احتياجاً، مع محاولة البلاد التخلص من الدعم المكلف. وقالت وزارة المالية السودانية في بيان إن برنامج المدفوعات النقدية الرائد يقضي بأن تقوم الحكومة السودانية بدفع 500 جنيه سوداني للفرد شهرياً. وكان وزير المالية إبراهيم البدوي، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي، قد أكد قبل انضمامه للحكومة العام الماضي بأن يفضل المساعدات النقدية على دعم الخبز والوقود والدواء، وقال إنه يمثل نحو 25% من الموازنة العامة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
تعتزم الحكومة الألمانية الحصول على موافقة البرلمان لاقتراض 70 مليار يورو إضافية بهدف الإنفاق على حزم التحفيز، وترفع هذه الأموال إجمالي القروض التي حصلت عليها الحكومة هذا العام إلى 246 مليار دولار. ومن المتوقع أن تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء المقبل بالتوقيع على موازنة تكميلية قبل إرسالها للبرلمان للموافقة عليها وفقا لوكالة بلومبرغ.